الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم عقد الصلح. الصلح في اصطلاح الفقهاء هو عقد يتوصل به للإصلاح بين المتخاصمين، عقد يتوصل به للإصلاح بين متخاصمين. عقد الصلح هو عقد يتوصل به للإصلاح بين المتخاصمين. وقد أعيد مرة أخرى، لا بدون لغة، خذها على طول مباشرة. أحيانا تعريف الشيء الذي لا يحتاج تعريفه الصلح واضح. الصلح هو التوفيق، التوفيق بين متخاصمين، لكن في الاصطلاح هو عقد يتوصل به للإصلاح بين المتخاصمين. وقد أجمع العلماء على استحبابه، والدليل على ذلك قول الله عز وجل فأصلحوا بينهما، وقوله عز وجل والصلح خير، وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين.